الأم مش هي اللي بتولد، يعني الأم اللي بتربي، الأم اللي بترعى، الأم اللي بتحب، الأم اللي يعني بتدي عطاء. والأم ماما فتحية، سيدة فتحية محمود، هي نموذج عظيم للأمومة، للعطاء، لإزاي تكون يعني مش غني مش ثري، ولكن تقول أسيبها على ربنا، نتوكل على الله وحسبنا الله. هي وجوزها ازاي يتبنوا 34 بنت؟ ربنا يمكن يعني لم يعطيها اطفال، وده ممكن يكون لحكمة. لحكمة، شوف ساعات الواحد بيبقى زعلان لحاجات، وربنا مثلا تقول حرامها 35 سنة انها ما تخلفش، لكن شوف الحكمة انها بعد 35 سنة يكون عندها 34 بنت. هذه حكمة ربنا. فده بقوله وبقوله لنفسي، ان ساعات في حاجات الواحد بيزعل منها في شيء، لكن لا يعرف ان وراءها حكمه الهيه اكبر مننا، وفي حد اكبر كتير من حساباتنا ومن قوانيننا الوضعيه. تحيه لماما فتحيه، وتحيه للشيخ محمد بن راشد صناع الامل، جايزه عظيمه العالم العربي كله بينتظرها. تحيه للشيخ محمد بن راشد ولل يعني الكرم الإماراتي والحياة وعمل عمل إماراتي مهم جدا لدعم صناع الأمل. نخرج فاصل ونرجع.